مراسل العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا، أي تفاصيل حول هذا الإعلان مقتل ضابطين وجندي؟ بالفعل أحمد، التفاصيل حتى الآن شحيحة. كذلك لم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد الضباط والجنود المصابين. التفاصيل التي سمح بنشرها هي أولا أن من بين القتلى قائد كتيبة برتبة مقدم، بالإضافة إلى مقتل ضابط آخر برتبة مرتفعة ومقتل ضابط صف جندي في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود والضباط بإصابات متفاوتة، غير معروف عدد الجنود المصابين. بحسب ما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر داخل الجيش، فإن هذا العدد من القتلى والمصابين سقط جراء انفجار قنبلة داخل مبنى مفخخ، ومن غير الواضح إن كانت هذه القنبلة إسرائيلية وبالتالي يكون الانفجار ومقتل الجنود نتيجة لفشل عمليات أو خطأ عمليات الجيش الاحتلال الإسرائيلي، أو أنها شبيهة بالكمائن التي حدثت خلال الفترة الماضية، ونتحدث عن تفجير قنبلة نتيجة لعملية فلسطينية داخل مبنى مفخخ، بالتالي أدى ذلك إلى عدد من الجنود القتلى، العدد الكبير الأكبر خلال الأيام الأخيرة في عملية واحدة. التفاصيل الشحيحة حتى الآن، لكن هناك أنباء عن وقوع مزيد من القتلى ومزيد من المصابين، وقد يعلن عنهم الجيش الإسرائيلي لاحقا. أحمد، نعم أحمد، طبعا سنكون معك في تفاصيل أوفى. شكرا جزيلا لك طبعا لاحقا. من القدس مراسل العربي أحمد دراوشة، شكرا أحمد.